step through one love and all, united for tomorrow. من نجوم ستار اكاديمي يلي بيفتخر فيه لبنان. تسلم. لطالما هيك عمل عشان صوته بالاجنبي وبالعربي يعني. صحيح. ابدعت باثنين. ان شاء الله. ان شاء الله. طبال نورت راديو المشاهير. تسلم. نحن اليوم موجودين بهالايفنت الحلو، ان شاء الله لبنان على طول بضل واحد. ان شاء الله يا رب. بدك يسمعوا هالقصه. بدك يسمعوا. اي والله. خبرنا شوي عن لبنان، بنعرف مش اول مره بتشارك. لا انا ولا لبنان اول سنه صراحه. بس مثل ما كنت عم تقول ان شاء الله يسمعوا المسؤولين. انا بقول اذا بنسمع نحن الشعب ما بنقعد عايزين نسمعوا، بس مجبورين المسؤولين يسمعوا. اللي بدي اقوله انه اول شيء مثل ما شفت جو يعني والعان في الفه بين بعض نحن كفريق يعني. وعن جد يعني لو بكون لبنان مثل ما نحن هون باك ستيج بعتقد بنكون بالف خير. جو كتير لذيذ، عم نغني يعني مع بعض، عم نغني قصص جروبات، عم نغني قصص لا بالعكس شخصين او ثلاث اشخاص، وعم نغني فرنساوي عربي انجليزي. يعني حلو هالجمعة فنانين ايه ومصريين عالميين. ايه والله. عم بيغنوا للبنان الواحد. صحيح. هي محدوده بس للاشخاص اللي يعني بتقول هيك ليشاركوا فيها ولا اي صوت يعني؟ لا صراحة انه في ناس بتغني وناس ما بتغني، يعني في ناس مشاهير في اللي رزقهم معنا يلي هو لعيب باسكت بول، في عندك يعني مش اللي عم الموجودين مش كلهم بس بيغنوا يعني، وهيدا كونسيبت مش نحن اخترعناه بلبنان، بيعملوا وين ما كان بفرنسا بيعملوا، اكيد ما اسمه وان لبنان، بس انه هيدي فكرة انه يكون في تجمع عدة نوع مشاهير يعني. شفنا برونو اليوم، شفنا سنتيا سنتيا يعني لسوء الحظ. لسوء الحظ هيك كوبل رائع. ايه ايه لسوء الحظ كنت حابه كثير تكون معنا. نعم. بس عندها ارتباط مع مسرح جورج خباز يعني ما فيها. نعم. تكون معنا. نعم. بس ان شاء الله سنتي الجاي بركة بيسيب حظ اكثر. نورت راديو المشاهير اللبناني. ميرسي. انا بشكركم جديد حلو. لا انا بدي يعني انا بس بدي اقول لكم ان شاء الله تكونوا راضيين ومبسوطين، ودائما تتبعوا الاخبار اللي بنعملها ويعطونا رايهم فيها. تحيه لك من الاعلامي على الجوهري راديو المشاهير.